ما أجمل التضامن لما يأتي من مختلف فئات الأعمار كبارا وصغارا، وهؤلاء الأبرياء كان لهم نصيب من التضامن بملحمة الخروب. ليصل المطبخ المنتظر إلى المنزل وعلى جناح السرعة، يقوم الفريق بإنزاله وبداية تركيبه وتفقد كل ما يلزم لمطبخ كان أمنية وحلم فسيكون حقيقة وواقع تعيشه الأم التي عانت الأمرين بمنزلها القديم. أو اتصل بك نعم قال لك نبعث لك امين راه عندك مرحبا باش يطلب المساعده منا من بجايه مقسنطينه لبجايه جينا لعندك باش نشقيوك شويه معانا ماشي مشكله يا خويا مرحبا بك يا خويا دونك واش نقول لك ديجا يعطيكم الصحه الاستقبال حاجه الاولى حاجه دوزيام يعطيكم الصحه ثاني على هاد المصنع باسكو فريمون انا معلو كي كنا جايين قاعد نقول لكم يضرب مي فريمون اه وي فريمون يعطيكم الصحه بلي نيفو تاعو بالبيرسونال بالخدامين ما شاء الله يعطيكم الصحه فريمون يعطيكم الصحه دونك كادر الميسيون تاعكم حنا اون ديال لا فيزيون تاعكم ما شاء الله نتوما يعني تعبوا بزاف ديجا على لونغاجمون تاعكم جيتي مقسمطينا حتى لهنا بجايه سيريان بارابور مرحبا حنا ثاني لو جيست حنا لي ميليون نديروه اون با كومباني ميسيون تاعكم فلا تريبيسيون تاع ان موتو تريسيكل على سيخنا تاع قسنطينه ليون دي كابي بور فاسيتي ديباسمون تاعو ما شاء الله فرح بها. شوف راح نفرحوا بها حنايا وهو وكاع الناس اللي تعرف ان شاء الله نفرحهم كاع اجمع ان شاء الله فاصو ماشي جديده على ناس جايه موالفين يرافقونا في كاع لي زيميسيون سا ديبون بالك لوجيستي بات تاع شعبان بالك بزاف ناس يرافقونا في لي ميسيون اي با زيد كملت انت سي كريم يعطيكم الصحه فريم مرحبا بكم وراي حبيت نشوف اي لا موتو هنا سبيسيال موتو على تريسيك تاع لون دي كابي فيها لي فيتاس اوتوماتيك عندها 4 فيتاس تعديها بلا لومبرياج وصحيحة ثاني اللي عندها في البون باش اللي ريزيست على الطلعة تقضي ميم يكون فالا ريبريز مع التوب كاس يقضي يهز الميديكامي تاعو يقضي يهز الحوايج تاعو مع بعض مرسي بكم بقيكم على وزيدكم الكاسك وزيدكم لاسيرونس عام لاسيرونس عام وكاس وي بيسكو سي اوفا حنا دائما كي مدوا لا موتو زيدونا الارباك خاطي ما كاش هو صحيح يعطيكم الصحة كان عايشك اخويا ميرسي صحيت دونك ليكيب كامل واش نقولوا 100 مليون تفوز كفوز طيبة ناس بجاية أنستنا مشقة السفر والاستقبال كان أكثر من رائع من مسؤولي مصنع فياماس الذي ساهم بمساعدة العائلة بهدية جد جميل ودائما مع ناس بجاية وهذه المرة مع فريق لوجيستيبات بقيادة عز الدين ومالك اللذان أصبحا النكهة الخاصة لفريق اليد في اليد صاحبي العزيز رانا عندكم هنا مرحبا بكم رانا في صالح دراجي ورانا هنا في نوفيل فيل تقولي علاه عندك زوج شوانت لانه السيد اللي رانا نعاونو فيه نداوي الاحتياجات الخاصه عايش في صالح دراجي وربي رزقه بحانوت هنا في نوفيل فيل رانا نخدمو له فيه كملنا تريسيتي كملنا السبيغه كملنا دار دوسول ان شاء الله ربي يقدرنا نزيدو نعمروه له ان شاء الله جبنا له زيتاجير جبنا له السلعه تاع لي زيتاجير ثاني بقالنا يا اخي العزيز ريدو ماشي مشكل ريدو خويا العزيز قالوا لي لو سبيسياليست تاع لي ريدو هنا في 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 قسنطينه وفي في نوفيل فيل نتاعو خويا احنا الاختصاص تاعنا هذا هو والانسان هذا راه ولد قسنطينه وسمه ولد انا بعد ولدكم الشيء اللي نقدروا نعاونوه به في المجال تاعنا ما كانش مشكل خلاص الله يسترك خلاص ريدو تخدموه له وي سي نورمال ماشي مشكل بصح اليكتريك باسكو السيد راه قاصر غنديرو اليكتريك اوتوماتيك تيلي كوموند لازم سي بون طلع لازم عايش خويا